تعظيم سلام من غير كلام عزبة محسن مستمام. ما في الصاحب بيصاحب ما فيش راجل براجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل هتعور نعورة هنبوظ لك منظرة طيب ورا تصبح مرة ملك شيمة وسط البشرية وقت سندال بغدارة هتبقى راجل مية المية بلاش فشخرة منظرة ما طرشت كل الحكاية والحكاية من البداية اسمعوا يا خلقي هو صاحب راجل صاحب فاجر صاحب بيزوق في مشاكل مانيش قادر مانيش فاكر دي الصحوبية بتتاكل اولى السليم اللبانين في اي حتة مسمعين اولى السليم اللبانين في اي حتة مسمعين تعظيم سلام من غير كلام عزبة محسن ناس تمام رجال على حق من صوت وبوق لو هصع عندنا تبدا احنا رجاله ما نهيبوش ما نخافوش ما نكشوش وقت الجد احنا نسد اي حد ما سخرتوش ناس تعبانه قرفانه من العيشه طهانه نعمل ايه ولا ايه ده الخسيس اصبح فيا بيه ده المكتوب على الجبين هنرضو بيه ونمشو بدمع العين على الخدين اللي ما يصلي معانا غزين لما انا غني زمان عاجب ملوش حبيب ملوش طبيب بيداوي هنروح على فين ونشكي لمين زمان مليان بالبلاوي يا ولاد ادم مش دايما دي يا معيمان هنهرب فين من رب الكون اللي خلينا في ناس غلابه وناس ديابه عايشين فيها وشوش كدابه وشوش خاينه وعامله بريه انزل يا فارس يا حميد اغني والاغاني لما اللي منك يجرحك طب واللي منا يفرحك بعد ما تتعب ما تلاقيش في الدنيا حاجة تريحك كنت بعامل الناس بضمير والتقدير خسرني كتير بس خلاص فهمت اللعبة هلعب تصبح بيا قولكي وتقولي ايه قلوب الناس بتنفجر راجل خسيس عامل ذكر مفيش رحمه عمر نظر فاكر نفسه هينتصر ورب الكون ما بيسيبش هيجيله يوم وينكسر اولى السليم اللبانين هنا عالرجوله متاسسين اللي عبيده واللي في الميادين شوف بيطلب بيك يفضلوا جامدين فرق حمل من السياطين وهرمي الميسه الناس جامدين وهرمي الميسه الناس جامدين من العوايد هداسة وعزبة محسن مؤسسة على الرجولة متأسسة هنا الأفعال مش والنوال هنا التوال ظبط المجال شباب الرجال أطفال وعيال احنا لبة الدجال رزق سليم يعني الزعيم في نمرة عشرة راجل تقيل بعت مثال اللباني لكل بفة وكل مجال وعزبة محسن ناس توال والمهرجان فوق الخيال اللبانيين مسمعين مسيطرين في كل وادي ابراهيم سليم يعني الامير سمعني السقف على ادم محمد سليم يعني الكبير راجل جدع كبر سنه كل العنكله بتخاف منه احمد سليم الامبراطور في اي حته سابت حضور يوسف سليم راجل تقيل ومحمد احمد اللبان نسيته واصل كل مكان وعالي سليم يعني اللبان واللبانين فابو سليمان وابو سليمان دي البرلمان ناس رجاله ما فيهمش جبان هتولع نار في المهرجان رزق سليم باعت قرار باسم البشره جاب الجزار بيقول حارس راجل تارس خالد جمعه يعني الفارس رزق سليم ابو ايه والارزاق بالنوايا صحبنا كتير تعبنا كتير من الصحاب شايفين الويل مصاص دماء بينتشر ودي الحقيقه يا بشر وفي الختام يحلى الكلام في التوزيع هتراسنا الكلام
حسن الفرنسي غنى وكتب، واي حد قدامه اتشطب، احمد طويل معنا الاداب، واشرف الصيني ولا تجدع، شوف بكلوب بيك انت زارونا، عزبة محسن تلاقونا.